هتكلم ان شاء الله النهارده عن النطقه الهندسيه. ايه اللي هي الهندسيه؟ اول حاجه هي مخطوطه مربعه فيها اداه كومبلكس. يعني ايه مخطوطه مربعه فيها اداه كومبلكس؟ فيها ممكن هي كومبلكس زي ما تكون. عايز احولها الى مجموعه مصفوفين، واحده هرميتيه والثانيه هرميتيه عكسيه. يعني هي مخطوطه هرميتيه هحولها الى هتكلم دلوقتي على اي مخطوطه مركبه. هتتحول الى مجموعه مصفوفين، مصفوفه هرميتيه وهرميتيه عكسيه. يبقى انا عندي مصفوفه مربعه ايه؟ فيها اي كومبلكس؟ ايه زائد ار زائد بي ار بي 1 ار زائد زي ما تكون، خليها تنس 2. ممكن تكون ايه 2 زائد بي 2 ار، ممكن تكون ايه 3 ناقص بي 5 ار، اي ارقام. ايه 6 ناقص بي 6 ار، ممكن بالزائد او بالناقص. دي مصفوفه هرميتيه زي ما تشد السوري. دي مصفوفه مربعه فيها كومبلكس. مصفوفه دي هحولها الى مجموعه مصفوفتين، واحده هرميتيه والثانيه هرميتيه عكسيه. يبقى دي مصفوفه مربعه. هل ليها اي حاجه؟ لا، دي مصفوفه مربعه 2 في 2. هتتحول الى مجموعه مصفوفتين، واحده ايه بتتحول الى مجموعه مصفوفتين، واحده هرميتيه سميها ايه اس ايه ار، واحده هرميتيه عكسيه ايه اس. دي هرميتية ودي هرميتية عكسية. يبقى أي مصفوفة مربعة فيها كومبلكس؟ هنا كانت مصفوفة عادية كلها ليا، حولناها لمجموعة مصفوفتين، واحدة سيمتري ومتماثلة والتانية تماثل عكس. فاهميني؟ يبقى دي هتتحول لمجموعة مصفوفتين، واحدة هرميتية والتانية كيو هرميتية. يعني واحدة هرميتية يعني اسمها هرميتيوس ودي اسمها كيو هرميتيا. ايه هي الهرميتية؟ ايه هي الهرميتية العكسية؟ هرميتية لو باخد لها الترانسبوز بتاعها، باخد لها الكونجكت، كونجكت يعني المرافق، بتطلع هي هي. يبقى ايه هي الهرميتية؟ بعمل حاجتين، بجيب الكونجكت اللي هو المرافق واعمل لها ترانسبوز بتطلع هي هي. هرميتية عكسية بعمل نفس الكلام بس بتطلع بالشرطة الثانية. يبقى ايه هي الهرميتية؟ الثانية كنا نقول ايه؟ سيمتريك ايه داش بيساوي ايه؟ ايه ترانسبوز بيساوي ايه؟ وقلنا سكيو سيمتريك ايه ترانسبوز بيساوي ناقص ايه؟ هنا لا، زيد عليها ايه؟ كونجكت. يعني ايه كونجكت؟ المرافق. يعني ايه المرافق؟ كل اي بتبقى سالب اي. ايه هو المرافق؟ كل ت بتبقى سالب ت. حاجه مرافقه كونجكت بعمل لها كونجكت، يعني ايه؟ بجيب المرافق بتاعها. يبقى ايه هي هرميتيان؟ اسمها هرميتيان. هرميتيان دي معناها ايه؟ هرميت ايه؟ اجيب القلم تاني. خليها دي هرميتيان. وعندي اي مصفوفه ايه؟ بقول ايه ار بتساوي ايه كونجكت ايه كونجكت ترانسبوز ايه كونجكت ترانسبوز. دي معناها كونجكت. كونجكت يعني ايه؟ يعني مرافق. بعمل لها كونجكت وبعمل لها ايه ترانسبوز. دي اسمها كونجكت. كونجكت بالعربي يعني مرافق، ودي اسمها ترانسبوز اللي هو مدور. يبقى ايه هي هرميتيان؟ بعمل لها كونجكت وبعمل لها ايه ترانسبوز، بتطلع هي هي. سكيو هرميتيان خليها اي اس. اي اس معناها سكيو هرميتيان. نفس الكلام بقول لها ايه كونجكت ترانسبوز، بتطلع ناقص، بتطلع بالناقص. يعني في اشاره سالبه. يبقى انا دلوقتي ممكن احول اي مصفوفه الى مجموعه مصفوفتين. مصفوفه دي مركبه ايه بتتحول الى اي ار زائد اي اس. يبقى ايه مجموعه برضه دي ممكن تيجي سؤال في الامتحان، بس تزيد عن الثانيه ايه؟ ان انا بعمل لها كونجكت. ايه هي الهرميتيان؟
هرميتيا بتبقى ازاي؟ بيبقى جزء دي هرميتيا بيبقى الدايجنال بكل اعداد حقيقيه. الدايجنال دايجنال هو قطب كلها اعداد حقيقيه، وبعدين الاطراف بتبقى قطب لبعض. يعني لو هنا ايه خليها ايه اي رقم ده دي هتبقى تحت بالهرميتيا. ايه خليها اف اتنين. ايه بنساوي هنا ايه وهنا دي. لو هنا سي زي دي هنا سي ناقص دي حاول تاني. ايه هي الهرميتيا؟ الهرميتيا عبارة عن لو هنا ايه زي سي دي وسي سي ناقص دي ودي شايفين الكتر اعداد حقيقيه وده مرافق ده، يبقى هنا سي زي دي اي سي ناقص دي اي دي الهرميتيه. لازم يكون الكتر اعداد ايه؟ حقيقيه. فوق كتر بتاعت فوق كتر بتاعت دي بيتقال عليها الهرميتيه. دي بيتقال عليها الهرميتيه. الثانيه بقى فيو هرميتيه بيبقى كتر ايه اس دي سيو هيرميتيا ما تحفظوها شيء لوحديها بتطلع هي، يعني انا ما احفظش شكلها هي لوحديها بتطلع. يعني انا لما بعمل العمليه دي هي لوحديها بتظبط نفسي. هنقول الدايجنال بتاعها ادي ده 2 في 2 وده برضه 2 في 2 ممكن يكون 3 في 3. الدايجنال بتاعها لازم يكون كومبلكس. A زائد B R، A 1 زائد B 1 R، A 2 زائد B 2 R. هنا بقى بيبقى C زائد D R. على الكومبلكس، الناحية التانية بعجيب الكونتري بتاعها، يبقى C ناقص D R، وأضرب في ناقص، يبقى C A، الأولى دي الكونتري C ناقص D R، أضرب في ناقص يبقى ناقص C زائد D R. بتبقى منظمة كده، ما تحفظش الشكل. ما تحفظش الشكل. هي لوحديها بتبان. بس تحفظ ايه القوانين بتاعتها؟ القوانين بتاعتها ايه؟ هنقول دلوقتي. يبقى انا دلوقتي اي مصفوفه مربعه فيها كومبلكس بتتحول لمجموعه مصفوفتين، واحده هرميتيان والثانيه سكيو هرميتيان. ايه من القانون؟ القانون بيقول ايه؟ اول حاجه قلنا ايه بتساوي ايه ار زي ايه اس، حيث الاي ار بتساوي نص ايه زائد ايه ترانسبوز كونجيجيت. ايه كونجيجيت ترانسبوز ايه اس بيساوي نص في ايه ناقص ايه كونجيجيت ترانسبوز. ده القوانين دي حس تزيد ايه عن التانية؟ مفيش كلمة ايه؟ كونجيجيت. مفيش كلمة ايه؟ كونجيجيت. ده اي بقى اي مصفوفة ايه دي؟ دي بتاخد الايه؟ تعمل لها كونجيجيتس ترانسبوز والناقص دي بتمثل عندي ايه؟ ايه سبيسيمنت. حاولي دلوقتي. دلوقتي دي بقى ده القانون بتاعتي. ايه قطع عباره عن ايه؟ كونجيجيت ترانسبوز. وبيقول لك اي مصفوفه ايه اللي هي كونجيجيتس بتتحول لمجموعه مصفوفتين. ايه قطع ايه اس؟ هرميتيا زي سكيو هرميتيا. هرميتيا زي سكيو هرميتيا. يعني ده الشكل بتاعها، ان اي ار بتساوي اي ترانسبوز كونجيجيت، والثانيه اي اس بتساوي ناقص اي كونجيجيت ترانسبوز. مالهاش دعوه بدي، انت عايزاك تحفظ دي. دي هتيجي لوحدي. يعني دي مالهاش دعوه بيها، انا بس بعرفك بيها، دي اللي عايزاك تعرفها. ليه تحويلات؟ هي دي اللي بتيجي في الامتحانات. بس انا بقول لك ايه هي الهرميتيان؟ ايه هي السكيو هرميتيان؟ مش اكتر عشان تعرف ايه. نعم؟ لا كده 2 3 3 انا اقول قلت ايه مربع؟ لا ده كومبلكس نمبر كنت ما بتبقاش هرميتيان. انت ما بتحولها ايه من هرميتيان لسكيو هرميتيان؟ بديك اي كومبلكس اللي هي الايه؟ فين الايه؟ اهي الايه؟ بتحولها لمجموعه مصفوفتين هرميتيان لسكيو هرميتيان. زي ما قلت لك مصفوفه الاسبوع اللي فات مربعه حولت لمجموعه مصفوفتين، واحده متماسكه والثانيه متماسكه. نعم. Não.
طب لو انا بعرفك ايه قد ايه ايه هتفيد في المعنى بعرفك ايه لا لازم تيجي لوحديها دي لوحدها دي لوحدها بس بتيجي من ايه كلهم من ايه استاذ عبد الرحيم ده بيتضاف على الكلام ده هاخد الاف 2 وحضراتكم هتحل 3 في 3 برضه موجود في الاضافه اضافه فين؟ موجود في المسائل واحده 3 في 3 واحده كام؟ 2 في 2 انا بحل الصغير وانت بتحل الكبير. يبقى ايه ار بيساوي؟ هنضرب كله في نص يبقى 3
5×2 زائد ار، 5×2 ناقص ار زيرو. بص بقى زي ما قلت ولا لا، الكتر اعداد حقيقيه صح؟ كتر اعداد حقيقيه فوق مرافق تحت، فوق مرافق تحت، هدي تطلع للنتائج، هي تطلع لوحديها. يبقى انت دلوقتي لو بتشتغل صح تطلع لوحديها، الكتر اعداد حقيقيه فوق مرافق تحت. طلعنا النتائج، هطلع النتائج عكسيه، يبقى ايه اتش؟ ايه اتش؟ سوري.
ديش في تباكم ايه اكل لها كونكس وبعدين كونكوز هي هي لو نجيب كونكوز بعدين نجيب لها كونكوز مالكش دعوه دي عشان نعرف ما يكونش دعوه دي ما تقوليش نعم في ايمن في ايمن نعم الكونكوز لو في ايمن لو هي لا لو هي لو طبعا لو في ماشي لازم يعجبني كونكوز عشان كده قلت لكم ما يكونش دعوه دي بسم الله الرحمن الرحيم هندخل بقى دلوقتي على حاجه حلوه المانتيفيكيشن بتاع الرومان يلا بقى الضرب حللنا مصروفين اول حاجه الضرب طبعا مش حاجه سهله اصعب حاجه عندنا الضرب مصروفات لازم نتاكد من حاجه معينه حاول دلوقتي عرفت دي بروبرتي ما يهمنيش البروبرتي انا يهمني في الحته اللي هي الحته دي دي اللي تهمني يعني لو بتجيب نيجي دلوقتي نقول ضرب مضروبتين ممكن ثلاثة ممكن أربعة ضرب المصفوفات العملية مالتيبليكيشن اوف الماتريكس أول حاجة لما أقول الـ AB ما تساويش دي في ايه؟ غير في حالات خاصة. معناها غير الدلالة. الترتيب عندي مهم. عمر ايه بي ما تساوي بي ايه؟ غير في حالة واحدة لو الايه معكوس البي. لو ما كانش البي معكوس الايه استحالة. يبقى الحاجة دي هي ايه غير الدلالة ما نقدرش نمثلها. يبقى ايه بي ما تساويش دي في ايه؟ خدوا بالكم من الحتة دي. عايز اضرب ايه في ايه؟ بعدين في عمليه الدايمنشن مهمه عندي ايه هي تعال نشوف مش اي ضرب هي برضه هنقول ازاي برضه لو كان في الايه ام فان ام عدد الصفوف ام عدد الاعمده بالانجلش رو ودي كولوم يبقى انا عندي اي مصفوفه قلنا بنقول ام في ان ام عدد الصفوف ان عدد العمل لما اضرب في بي مفروض اعمده الاولى هي صف الثانيه يبقى لازم ابدا بايه خد بالك لما اضرب ام في ان دي عدد الصفوف ودي عدد العمل لما اضربها في بي مفروض عدد اعمده هي عدد الصفوف بتاعت الثانيه ممكن اقول ان في ما يهمنيش يعني يهمني دي هي دي لو ما كانتش دي هي دي ما تتضربش ما تتضربش خالص ما اقدرش اعملها من المالتيبليكيشن لازم اعمل عمليه المالتيبليكيشن لو كانت عمليه الاولى هي صفوف الثانيه بيطلع الناتج بيساوي سي سي دايمنشن بتاعه عباره عن ام في كي هقول تاني ما اقدرش اضرب اي حاجه مفروض عمليه الاولى هي الصفوف الثانيه لو ما كانتش كده ما تتضربش استحاله تتضرب يعني ايه لو انا دلوقتي عكسناها دكتور نعم هي ان اف كي سوري ان اف كي دي ام ان اف كي ام ان اف كي الاولى والاخيره لو بقول بي في ايه خد بالك بي ان اف كي وايه ام اف ان هل تنفع تتضرب؟ لا دي كي ودي ام ما تتضربش خد بالك عملت الاولى هي الصفوف الثانيه عملت الاولى هي الصفوف الثانيه لو ما كانتش كده مستحاله مستحاله تتضرب ما لهاش ضرب خالص عندي احنا قلنا الاديشن ده جمع وطرح ولازم تكون ايه لو نفس الدايمنشن هنا لا لازم ناخد بالنا من الحته دي قلنا في عمليه جمع فرق اتعلمناها في ضرب اهي خاصيه الضرب قلنا بقى الدليل الدليل امتى لو كانت ايه معكوس البي وبي معكوس الاي هنعرف بعد كده لكن هي دايما غير الدليل دايما غير الدليل هنيجي دلوقتي نقول ايه لو اضرب بي في ايه ما ينفعش طب لو كانت ايه 2 في 3 ممكن اضرب البي 3 في اي حاجه ثانيه ممكن اقول 3 في 1 3 في 2 3 في 3 3 في 4 الصور يعني عمود الاولاني هو صف الثاني ودي تاخد اي حاجه مهم ايه
من العمود الاولاني هو الصف الثاني. لما اقول يبقى الناتج هنا كام؟ ناتج س 2 في 1، ممكن 2 في 2، 2 في 3 ان سو اون. يبقى انا دلوقتي المفروض العمود الاولاني هو الصف الثاني، وهو ده غير الداليه، ما اقدرش ابدلها غير في حالات خاصه. نيجي دلوقتي نقول ايه؟ ازاي بقدر؟ لو عندي مصفوفه ايه؟ 2 في 2 عباره عن A B C D، وعندي مصفوفه B 2 في 3 عباره عن صفين وثلاث اعمده، هقول E F G H I K. خليها بدل ايه والوان ايه والطول، خليها بالشكل ده، هوريك ازاي بقى. 2 في 3 معناها سوري انا غلطانه. اسفه والله. 2 يبقى صفين في 3 اعمال. اسفه. انا عامله دلوقتي صفين في 3 اعمال. ما دام اول حاجه الصفوف وبعدين الاعمال. كم صف صفين؟ كم عمود؟ 3. ولو هنلاقي 2 في 2 الناتج يطلع كام؟ 2 هتروح مع 2 الناتج طالع كام؟ 2 في 3. يبقى الناتج س مفروض 2 في 3. 3 دي 2 رايحه مع 2 يبقى 2 في 3 اولاني ولا تعالوا نضربها خطوه خطوه، المهم قوي الضرب. تعالوا نشوف هتضربها ازاي. في 2 في 3 ولا 3 في 2؟ اسفه انا قلت لكم 2 في 3 وكلمات دي. نضرب ايه بي؟ هضرب ايه بي؟ ادي ايه؟ ايه بي سي دي. ادي البي او خيار ايه عباره عن اي اف اي الجي اتش كي. زي ما قلنا الناتج طالع سي 2 3. تعالوا بقى نضرب. بص حضر ازاي؟ اثبت الصف الاولاني، ابدا معاه العمود الاولاني، بعدين العمود الثاني والعمود الثالث واسمع كل ما ينقص. هقول تاني، اثبت الصف الاولاني، بعملها عن قلب ال 90. باخد الصف الاولاني مع العمود الاولاني، حطه في الاول. هقول اول حاجه باخد الصف الاولاني مع العمود الاولاني واضرب واسمع. بعدين اخد الصف الاولاني مع العمود الثاني، مع العمود الثالث واضرب واسمع. تعالوا نشوف هعملها ازاي. الصف الاولاني مع العمود الاولاني بضرب ايه في ايه؟ يبقى ايه مضروبه في ايه؟ زائد بي في. هاخد الصف الثاني مع العمود الاولاني، العمود الثاني مع الصف الاولاني. هضرب يبقى ايه؟ اف زائد بي اتش. هاخد العمود الثالث مع الصف الاولاني، بخلص كل العواقيد مع الصفوف. هقول ايه اي زائد بي كي. خلصنا. يبقى انا دلوقتي باخد الصف الاولاني اخد العواميد ورا بعضيها، اضرب واطمع، اضرب واطمع كل ما ينقص. هاخد بعد كده اثبت الصف الثاني مع العمود الاولاني، بعدين مع العمود الثاني مع العمود الثالث. هقول ثاني ثبت الصف الاولاني مع العمود الاولاني وجمع، اضرب وجمع. الصف الاولاني مع العمود الثاني، مع العمود الثالث، مع العمود الرابع، لغايه ما يخلصوا الاعمال. حتى ده الصف الثاني مع العمود الاولاني، الصف الثاني مع العمود الثاني، الصف الثالث مع العمود الثاني، مع العمود الثالث، ده سؤال. بعدين اخد بعد كده الصفوفه الثالثه. هقول دلوقتي الصف الثاني مع العمود الاولاني يبقى سي اي زائد دي جي. الصف الاولاني مع العمود الثاني يبقى سي اف زائد دي اتش. الصف الاولاني مع العمود الثالث يبقى سي اي زائد دي كي. انتهت، ضربنا. هل ينفع اضرب البي في الايه؟ ما ينفعش. ليه؟ بي في ايه؟ بتدينا بي 2 في 3 والتانية 2 في 2، ما تنفعش، ما تنفعش. نعم. لا لا لازم تكتب حل، ما انا لو في حد بس انا ما بديش الحل، لازم اروح مطلبات.
اكزامبل اذا كانت ايه المثال كده بي كان كذا اوبجكت ايه بي وبي فين عايزه مره ايه بي وبي فين وزي ما قلنا مش الدليل نعم حاجه الايه معكوسه في حامله كنسل وبي معكوسه في مع الاثنين معكوسين بره حسب الارقام دي ار دول الدليل لكن لسه ما قلتش حاجه الدليل امتى لو كانت ايه معكوسه بي وبي معكوسه بي لكن غير كده لا وانا هقلك مساله على رؤيه ان هم لما اضرب ايه بي هي تيجي كده نيجي دلوقتي نقول عايز اضرب ايه بي واضرب 3 ايه على فكرة لو ضربنا ايه بي بتطلع 3 في 3 لو ضربنا بي في ايه مش هتطلع نفس الدايمنشن هتطلع دايمنشن تاني حتى للايه في البي على فكرة الضرب دي في امتحانات نيد ترم برضه الفاينل استحالة ما بدلعش في الطريقة يعني نيد ترم بدلع ايه بي حتى بي بي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حتى بي 9 6 3 4 2 1 هنضرب ده 3 في 3 وده 3 في 2 الناتج 3 في 2 3 راح مع 3 يبقى الناتج 3 في 2 هيطلع 3 صفوف وعمودين هيطلع 3 صف 3 صفوف وعمودين تعالوا نضرب ايه بي هضربها حته حته مش هجمع بعد كده مش مشكله هاخد الصف الاولاني اضربه مع العمود الاولاني اضرب على طول ولا اقول على طول هضربها حته حته هقول 1 في 9 زائد 2 في 6 زائد 3 في 3 اهي هضرب دي بدي ودي بدي ودي بدي واجمع هاخد العمود التاني هضرب مع الصف الاولاني هقول 4 في 4 زائد 2 في 2 زائد 3 في 1 حد عمل هنا؟ انا غلطانه 4 في 1 دي واحده 1 في 4 ما تزعليش 1 في 4 زائد 2 في 2 زائد 3 في 1 الترتيب مش مهم المعموله 4 في 1 هي 1 في 4 نيجي بعد كده هثبت الصف الثاني هقول 4 في 9 زائد 5 في 6 زائد 6 في 3 في العمود الثاني يبقى 4 في 4 زائد 5 في 2 زائد 6 في 1 هاخد الصف الثالث هتدينا 7 في 9 زائد 8 في 6 زائد 9 في 3 مع العمود الثاني تدينا 7 في 4 زائد 8 في 2 زائد 9 في 1 حضرتك بقى جمع انا مش هجمع طلع كام؟ طلع 3 في 2 جمعها بقى ارقام بتتجمع هجمعها لك ولا تعرف تجمع؟ جمعها ولا مش مشكله هتطلع هنا 9 و12 21 و9 30 4 فكره جمعها 30 كده 4 و4 8 و3 11 تدينا 36 و30 66 66 و18 يبقى 84 تديني 16 و10 26 و6 32 هتدينا 63 و48 و27 138 تديني 28 و16 و9 53 ادي المصفوفه بتاعتي دي كان ايه بي زي ما انتم شايفين 3 في 2 هضرب بي في ايه؟ هضرب بي في البي بكام؟ 9 4 6 2 3 1 كبير اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خد بالك 3 في 3 3 في 2 على فكرة ما تدريش 3 في 2 و 3 في 3 ما تنفعش ما تنفعش ليه؟ علشان ما عشان المفروض تبقى كام؟ تبقى 2 في 3 يعني 3 في 2 تدرس 2 في 3
هديك اتنين معكوسين بعض. يعني انا دلوقتي كان نفسي يبقى عندي واحدة بتديني مع بعض ليك واحدة اضربها في طبقتين ان هي يعني حل سي بالظبط هضم. يبقى المفروض تطلع لو انا حاطة هنا 3 في 2 هحط 2 في 2 خليها 2 في 1 عشان 2 في 2 زي بعض. 3 في 2 و 2 في 2 يبقى هخلي دي سي 2 في 2 1 ناقص 2 3 ناقص 4 عايزة اجيب اي سي بي سي حتى بي سي اوكي بي سي خلاص دي؟ نعم نعم 1 ناقص 2 3 ناقص 4 انا اتعلمت ان انا احط الثلاث ناقص عشان تتفق كله بالموجب ينفع اي ارقام تعالى نضربها ب س تدينا هاخد صف اولاني مع عمود اولاني اضرب على طول 3 9 زائد 12 والعميله خرجت بره يبقى 9 زائد 12 مع العمود الثاني يبقى ناقص 18 ناقص 16 مع الصف الثاني تدينا 6 زائد 6 مع الصف مع العمود الثاني تدينا ناقص 12 ناقص 8 هاخد الصف الثاني 3 زائد 3 وتدينا ناقص 6 ناقص 4 عطيتنا 21 ناقص 34 12 ناقص 20 6 ناقص 10 طلع 2 3 في 2 هل اضرب س ب ما ينفعش؟ ما اقدرش اضرب س ب س ب ليه؟ علشان الدايمنشن بتاعها مش مظبوط. هدي واحده الدليل. الدليل يكون 2 في 2 3 في 3 لازم تكون مربعه عشان اجيب انفرس لازم تكون مقصوصه مربعه 2 في 2 3 في 3 4 في 4 5 في 5 6 في 6 لو كانت ايه؟ حاجة صغيرة على قد ايه؟ عبارة عن واحد تلاتة واحد أربعة واحد ستة خليها اتنين ستة واحد حداشر هقول ودي عبارة عن ستة اتنين ناقص واحد ناقص حداشر هقول لك بعمل ايه بعدين؟ هقول لك ازاي تجيب معكوس بعدين؟ ده معكوس دي بس هضربها لك. اثبت ان ايه في يساوي دي في ايه الدليل؟ هتطلع غلط هنشوف دلوقتي. اي اللي هي وحدة المتجهز وحدة المصروفات. يبقى افتح لو كانت دي معكوس دي. انا دلوقتي عايز ابين ان ايه دي بيساوي في ايه؟ على فكره 2 في 2 و2 في 2 مفيش مشكله، ده في 2 في 2. الضربه مش مشكله دي، ليه؟ 2 في 2 و2 في 2 صح؟ ناتج 2 في 2. تعالوا نضرب. دي خلاص؟ فهمنا ازاي بضرب؟ طيب تعالوا بقى نكتب ايه في ايه مضروبة في انا كاتبة 2 1 11 6 والتانية 6 2 ناقص 1 ناقص 11 حضرة صف اولاني عمود اولاني تدينا 12 ناقص 11 1 عاملها حتة حتة ولا باينة؟ 12 ناقص 11 اهي 12 ناقص 11 صف اولاني عمود تاني ناقص 2 زائد 2 صف أولاني عمود تاني يبقى 66 ناقص 66 صف أولاني عمود تاني يبقى ناقص 11 زائد 12 يبقى الناتج طالع 1 0 0 0 1 طلع خالص زي ما شايفين ضربت ايه دي؟ هضرب دي في ايه؟ تدينا 6 ناقص 1 ناقص 11 2 هضربها في 2 1 11 6 هتدينا 12 ناقص 11 6 ناقص 6
مع العمود الثاني يبقى ناقص 22 زائد 22، مع العمود الثاني يبقى ناقص 11 زائد 12. عطيتنا 1001، ادينا الغلط. يبقى ايه بي يساوي بي في ايه؟ ابداليه. ابداليه ليه؟ عشان ايه بي يساوي بي في ايه؟ انت امتى تكون لو كانت ايه معكوس البي وبي معكوس البي؟ ايه بس هنعمل ده؟ معكوس النظر الديفيجن عندي بس لسه متعلمتهاش. انا مش فاكره خالص، انا لسه ما حضرتش العمليات بتاعتي. عايز اقول لك حاجه بقى، هل ايه زائد بي لكل تربيع يساوي ايه تربيع؟ زائد 2ab زائد b تربيع؟ غلط غلط غلط. اللي يعني كده في الامتحان غلط. a سكوير زائد b سكوير زائد a 2ab غلط. ليه؟ تعالوا نشوف. يبقى ايه زائد b لكل تربيع؟ ما تساويش الكلام ده. لكن ايه زائد b لكل تربيع؟ لما اضربها ببعض بتساوي، بضرب خد بالك هتساوي ايه تربيع؟ زائد بي ايه؟ زائد اي بي زائد بي تربيع. على فكره بي ايه ما تساويش اي بي. يبقى لما تضرب ما ينفعش اقول 2 اي بي. خد بالكم من الحته دي، بتيجي ساعات في الامتحانات يقول لك هات ايه سكوير زائد بي سكوير ايه زائد بي لكل تربيع. انا ممكن اجمع اي زائد بي وبعدين اضربها في زائد بي تاني في نفسها، او اعمل ايه خدوا بالكم، اعمل اقول الايه متربع، اضرب بي في ايه وايه بي، بي في ايه ما تساويش ايه بي عشان الجزء ده ليه زائد بي تربيع. نفس الكلام لما اقول ايه ناقص بي في ايه زائد بي، ما تساويش ايه تربيع ناقص بي تربيع. ليه؟ هقول لك ليه. ايه تربيع ناقص بي تربيع بتساوي، خليها ايه ناقص بي زائد ايه زائد بي. بنضرب اضرب ايه في ايه تربيع ناقص بي ايه زائد ايه بي زائد بي تربيع. على فكره ناقص بي ايه ما تروحش مع ايه بي عشان ايه بي ايه ما تساويش ايه بي. يبقى في المصروفات ما ينفعش اقول على طول ان ايه ناقص بي ايه زائد بي بتساوي ايه تربيع ناقص بي تربيع، ده غلط. لازم اقول ايه تربيع ناقص بي ايه ناقص ايه بي زائد ايه بي بيساوي زائد بي تربيع التربيع. يبقى خدوا بالكم من الحاجات دي في الامتحانات، يعني حاجات صغيره بس بتلخبط. في بقى مسائل على المدور والدرجيات هتبدا البحث عنها. هناخد النهارده للمعكوس الاول 2 في 2 وبعدين 3 في 3. نعم. ناقص بي ايه؟ ناقص بي سكوير خالص. انا اسف ما قلتش ناقص، قلت انا ما قلتش ناقص بي تربيع لازم. بصوا بقى دلوقتي في مثال على الكلام ده اللي هي تقدر تحل دلوقتي 1 2 3 4. 3 دي نظريه، يقول لك على النظريه ازاي؟ 3 مش هنحلها، 4 4 5 6 7 8 9 9 و 10. بص بقى انا هعمل نمرة 5. نعم؟ التاريخ نفس الكلام، نفس الأرقام موجودة. هحل نمرة 5. اسم إن المصفوفة إيه يساوي كذا؟ وحطك المعادلة إيه تربيع ناقص 4 ناقص 5 أي يساوي إيه؟ هحل نمرة 5. أحط الكتاب ولا لا؟ في تصحيح في المسألة نمرة 7. Thank you.
هنا جينا نقوى بيقول لك اثبت المصفوفة كذا الدالية مع محومة الدالية مع مدورة هجيب متر مفوض تضرب ايه متر مفوض تضرب متر مفوض في ايه تتعدي بقى يقول لك الدالية مع مدورة يعني هجيب المدور المدور هو المفوض مرة تضرب ايه متر مفوض مرة تضرب ايه متر مفوض في ايه الاثنين يتعدوا بقى تعال نعمل نمرة خمسة نعم لسه يبقى دي طريقة التحليل. يبقى انا اللي بقول لك دي اسمها بوليموميا اسمها كثير
حلون يعني اسكور بضرب الايه في الايه لو تقول ثلاثه ايه بضرب ثلاثه في ايه زي ما يقول انا مهم. دي المساله بتاعتي. دلوقتي بعد تعمل ايه؟ عايز اعمل المعكوس. المعكوس ده زي زي المركب كل حته هتهرب منها كل المسائل هتلاقي فيها معكوس. الدرس ما بيجيش قوي ما بيجيش شويه لكن المهم عندي اول حاجه اثنين في اثنين ثلاثه في ثلاثه بعد كده مشكلتنا حتى اثنين في اثنين الاول اتعلمنا ازاي نتحقق. طيب نبدا بقى دلوقتي الدرس انتو اتفهم؟ طب الحمد لله. نبدا بقى المعكوس. المعكوس اللي قلنا الايه القسمه ازاي بعمل بتدينا تلاتة. هتعمل منها؟ طيب. نبدأ بقى نجيب المعكوس.
ايه ماينس 1 بيساوي 1 على كلمة المحرك 1 على 3 صح؟ طيب افتح مصفوفه الدايره اللي شايفه امامها دي تطلع فوق ودي تنزل تحت هطلع فوق 5 انزل تحت 2 حضرتك دي في ناقص ودي في ناقص يبقى ناقص 7 ناقص 1 ادي المعكوس بخلي التلت بره لو عايز تدخله كل يتقسم على 3 ما بقسمش طيب انا عايزه اعرف هل انا صح ولا غلط لو انا صح المفروض حاسب ان هو بيطلع بكام؟ لفترة ايه في ايه ماينس 1 او ايه ماينس 1 في ايه لازم تطلع بار لو انا صح لو انا غلط مش هتطلع صح تعالوا يلا نبدا حضرة ايه في ايه ماينس 1 اول حاجه في تلت بار الايه عباره عن 2 7 1 5 في ايه ماينس 1 عباره عن 5 ناقص 7 ناقص 1 2 دايما تخلي الرقم بره ما تدخلهوش عشان ما تصعبش على نفسي المساله. ما اشتغلش بكسور. يعني بخلي دايما الرقم بره في الاخر ابقى بضربه. نيجي نقول اضرب تدينا تلت بره. 2 في 5 10 ناقص 7 تدينا 3 ناقص 14 زائد 14 بتزيد. تديني 5 ناقص 5 بتديني 0 ناقص 7 زائد 10 بتدينا 3 كله يتقسم على التلت تدينا 1 0 0 1 تديني الاول صح ولا غلط؟ صح طب حضرنا ايه ماينس 1 في ايه؟ ايه ماينس 1 في ايه؟ هقول ايه وتلت ايه ماينس 1 عباره عن 5 2 ناقص 7 1 ناقص 7 ناقص 1 في الـ اللي هي 2 7 1 5 نقول تلت تدينا 10 ناقص 7 3 تديني 35 ناقص 35 ب 0 تديني ناقص 2 زائد 2 ب 0 تديني ناقص 7 زائد 10 3 يبقى ادتنا برضه 1 0 0 1 تديني الأول صح ولا غلط؟ صح يبقى ايه في ايه ماينس 1 بيساوي ايه ماينس 1 في ايه بيساوي الأول يبقى بعمل ازاي؟ بقول واحد على كلمة الديتيرمنت. بعمل ايه؟ بعمل عمليه ادجوينت. بعمل ايه؟ باخد باخد الدايجونال اغير اماكنها والحروف اضربها في نص. دي لو كانت كف كام؟ 2 في 2 تعالوا بقى عندي ايه 3 في 3 لو 3 في 3 بقى نعمل ايه؟ 3 في 3 طبعا علقه كبيره. هوريكم هنعملها ازاي. فهمت 2 في 2 ازاي؟ باخد واحدة على كلمة الديترمنت أسالك دايجونال وأضربها في نقط. لو ثلاثة في ثلاثة نفتح ماتريكس كبير. هقول تاني واحد على كلمة المحرك
الطبيعه الثانيه منيله يعني في اهبل ازاي بفضل اثبت واحد صعب احاول عندك زائد ناقص زائد دي بتتعمل فين؟ بعد عمليه الجوينت يعني ايه وعمليه اداريه؟ بعد الكروفوز مع الجوينت يعني ايه؟ خد بالك الاول بس يبقى على كلمه المحدد اسمع عليه وادي كلمه المحدد بعمل ايه؟ باخد كل رقم منه باخد الايه؟ بجيب الجوينت بتاعه بسطه بعمود وصف يبقى محدد 2 في 2 بحسبه هسطه بعمود وصف تدينا اي اي ناقص اف اتش اهي الايه اكتب عمود وصف ما باخدش الايه ما باخدش معايا الايه باخد المحدده اللي موجوده اللي هي اي اف واتش ار بقول اي اي ناقص اتش اف واحطها مكانها اي اي ناقص اتش اف هاخد تاني واحد هكتب عمود وصف هيدينا محدده كده اربعه يعني ادتنا دي اي ناقص سي اتش بعمل عمليه اداريه دي كانت هنا احطها فوق هقول تاني بعمل عمليه ادجوينت مع ترانسبوز ترانسبوز اللي هو تغيير الاماكن دي هنا مكانها هنا بحطها هنا دي هنا احطها هنا يعني بعمل ايه في نفس الوقت اعمل عمليه ادجوينت مع عمليه ترانسبوز هقول تاني باخد من الواحده دي اشطب عمود وصف ادتنا بي اي ناقص سي اتش وحطها هنا بي اي ناقص سي اتش هاخد تالت واحد اللي هي جي هحسب عمود وصف هتدينا بي اف ناقص اي سي يبقى هقول من هنا بي اف ناقص اي سي فاهميني؟ ايه كانت موجود هنا وحطها هنا دي هنا وحطها هنا اخد جي بي احسب عمود وصف تدينا دي اي ناقص اف جي دي اي ناقص اف جي دي اي ناقص اف جي هاخد هنا تبقى في مكانها. هحسب عمود وصف تدينا اي اي ناقص سي جي، اي اي ناقص سي جي. هاخد دي، هحسب عمود وصف تدينا اي اف ناقص سي جي، اي اف ناقص سي جي. هاخد دي، هحسب عمود وصف تدينا دي اتش ناقص سي جي. دي اتش ناقص اي جي دي اتش ناقص اي جي هاخد اللي هنا اس هحسب عمود وصف تدينا اي اتش ناقص بي جي اي اتش ناقص بي جي اي اتش ناقص بي جي هاخد اخر واحده تدينا اي اي ناقص بي جي اي اي ناقص بي جي انتهت كلها ارقام سهله ما فيهاش مشكله هقول لك بقى طريقه على الكالكوليتور تتاكد صح ولا غلط؟ تتفادى على الكالكوليتور 3 في 3 او 2 في 2 هقول لك برضه ازاي تتاكد ان هي مش لازم تعمل العمليه دي تتاكد بقى ان انت صح ولا غلط في الكالكوليتور تتفادى على الكالكوليتور لو كان الكام في كام؟ 3 في 3 او 2 في 2 بنحط بقى الارقام دي بتمثل عندي المعكوسه كام في كام؟ 3 في 3 في طريقه ثانيه عمليه الصف البسيط هنعملها طبعا الاسبوع الجاي طبعا الطريقه الثانيه بس نصيحه مني دي اسهل كتير يعني دي اسهل من الثانيه منيله بحط دي جنبيها وافضل بقى اعمل عمليه صف بسيط بخليها اي وايه عمليه سهله اثبت واصفر اثبت واصفر بتاخد شغل كتير لخبطه دي اسهل كتير لما اشتغل في وقت تاخد مساله؟ حتى عادي خالص